هذه المشاهد من الشارع النجفي في الجانب الأيمن من الموصل بعد حرب عاتية، وهذا المشهد بعد 4 سنوات من رصيف الكتب في الجانب الأيسر، حيث بدأ هذا المشروع بفكرة بسيطة وطوره شباب المدينة ليكون رصيف الكتب اليوم البديل المؤقت عن الشارع النجفي الذي كان قبلة القراء والمثقفين. اليوم هذا الرصيف يمثل حلم الشباب، هذا الرصيف كان فكرة لمجموعة من الشباب، واليوم نشوف هذا الحلم على واقع الحال. هذا الرصيف اليوم أصبح منارة للثقافة والفنون والإبداع. اقتربت الموصل من الذكرى السنوية لسقوطها بيد الإرهاب، لكن أبنائها قد تجاوزوا هذه الذكرى بإنجازاتهم، فهذه المدينة باتت اليوم عاصمة العمل التطوعي في العراق، وقد حصدت في 3 سنوات قد مضت أفضل عمل تطوعي في الوطن العربي، وعلى جراح الحرب حقق أبناء الموصل شيئا من لا شيء. هذه السنة الثانية تحصد الموصل أفضل عملين تطوعين بالوطن العربي، كان سنة 2018-2019 على ما أعتقد، وكل هذا الشيء اللي نشوفه وما نشوفه أكو اهتمام حكومي حقيقي لهذه الفرق التطوعية، وبدت الناس داخل الموصل تعرف ثقل وأهمية هذه الفرق التطوعية داخل مدينة الموصل. ورغم ما يقدمه الشباب من مبادرات، إلا أن الحكومة المحلية لم تقدم الدعم لهم إلا ببعض التفاصيل البسيطة. فهذا الرصيف مثلا قد تبنت إعماره إحدى المنظمات الدولية بعد أن بقي طوال السنوات الماضية يعاني من الإهمال. طبعا للأسف ماكو أي دعم حكومي لهكذا مبادرات وهكذا أنشطة في مدينة الموصل. طبعا هذا رصيفه بدعم منظمة ما لها علاقة للحكومة نهائيا بهالموضوع. نحن نتمنى من الحكومة أنه يشجعون على هكذا مبادرات على هكذا شيء، ويرتعوا على شارع النجفي. يعني شارع النجفي إذا فتح، إذا عمروا الأرضية ماله والسقوف ماله، إذا عملوا سقف شارع النجفي فحيرجع السوق كامل. هنا تجتمع الموصل بأبهى صورها من كتاب وشعراء وأكاديميين ومثقفين، وتعكس هذه الصورة تفاصيل التمدن والحب للعلم والقراءة. من ذات المدينة، محمود الجماس، قناة التغيير.